كبسولة نحوية إعراب مع في النحو العربي مع إذا أضيفت إلى اسم أو ضمير تعرب ظرف زمان أو مكان. استيقظت مع الفجر، استيقظ فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مع ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة، الفجر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. مع هنا أعربت ظرف لأنها أضيفت إلى كلمة تدل على الزمان وهي كلمة الفجر. سافرت معهم، سافر فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مع ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ومع هنا أعربت ظرف مكان لأنها أضيفت إلى ضمير. قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. من هنا أصول بمعنى الذين مع ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أما إذا نونت فإنها تعرب حالا. مشى صديقان معا، مشى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، الصديقان فاعل مرفوع علامة رفع الألف، معا حال منصوب علامة نصب الفتحة وهو حال مفرد، صاحب الحال الفاعل الصديقان. الإخوة معا، الإخوة تعرب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهنا لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنها جمع تكسير، معا حال منصوب علامة نصبه الفتحة وصاحب الحال الفاعل الإخوة. قالت الخنساء وأفنى رجالي فبكوا معا فأصبح قلبي بهم مستقرا. معا تعرب حال منصوب علامة نصبه الفتحة وصاحب الحال هو الضمير واو الجماعة في بكوا. دون ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة ومن معانيها تقوم بمعنى تحت نحو دون قدمك بساط، أي تحت قدمك بساط، بمعنى فوق نحو السماء دونك أي السماء فوقك، بمعنى خلف نحو جلس الوزير دون الأمير أي خلف الأمير، بمعنى أمام نحو سار الرائد دون الجماعة أي أمام الجماعة، بمعنى غير نحو قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى قبل نحو دون قتل الأسد أهوان. اسم فعل أمر فتوصل بكاف الخطاب بمعنى خذ نحو دونك الدرهم أي خذ الدرهم، بمعنى حذاري نحو دونك عصيان. وفي هذه الحالة نعرب كلمة الدرهم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، عصياني مفعول به، عصيان مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. لأبطال الثانوية العامة ما الفرق بين ثم بضم الساء وسمى بفتح الساء؟ ثم بضم الساء حرف عطف يدل على الترتيب الزمني مع التراخي، أي يكون هناك فترة زمنية بين الحدث وما يليه، مثل جاء سامي ثم كريم ثم نبيل. جاء فعل ماضي مبنى على الفتح، سامي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كريم اسم معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نبيل اسم معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة. اسم إشارة للبعيد بمعنى هناك ويعرب شبه جملة في محل رفع خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. ما اسم إشارة للبعيد بمعنى هناك مبني على الفتح وهو شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. رجال مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. نعت مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ثم حرف عطف يدل على الترتيب الزمني مع التراخي، تعطف مفردات وتعطف جمل. ثم اسم إشارة للبعيد بمعنى هناك وما بعده يعرب مبتدأ مؤخر. أنواع من في اللغة العربية: من بكسر الميم
حرف جر مبني على السكون، نحو من الله ذي المعارج. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الله اسم الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. من بفتح الميم وسكون النون اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون، يعرب حسب موقعه من الجملة، نحو تجعل فيها من يفسد فيها. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يفسد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. من فتح الميم وسكون النون اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. من يعمل سوءا يجزى به. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يعمل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون وهو فعل الشرط. يجزى فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حسب حرف العلة وهو جواب الشرط. من بفتح الميم وسكون النون اسم استفهام مبني على السكون تعرب حسب الموقع من الجملة. قال تعالى من يحيي العظام وهي رميم. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تلاها فعل متعدي استوفى معموله. من الرجل في محل رفع خبر تلاها اسم معرفة.